خلونا نسمع أول سؤال معانا أم أحمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا طب بخير. وحضرتك بخير وبصحة وسلام. معلش يا فندم، كنت عايزة أسأل سؤال بس. اتفضلي. كنت عايزة بس أسأل عن الزوج اللي ما بينفقش على أولاده، وعن بصوا أنا مريض السرطان فاضي ربنا يجمع لحضرتك ما بين الأجر والعافية. تمام الأجر وتمام العافية يا رب. يا رب. وزوجي لما هو عايش معاكم يا فندم؟ لا لا، هو ما هي دي اللي أنا لسه هقول لحضرتك. بص حضرتك، أنا من ساعة ما ولدت أحمد وطلع مريض سرطان على المخ، وهو من ساعتها ما بينفقش علينا ولا عايز يعني عايز يساعدنا في أي حاجة في العلاج، ومديني أنا سبب إن أنا السبب في مرض الولد ده، بس أنا ليه مش بعد سببه. الشر؟ ليه بعد الشر؟ يعني أنت اللي سبب أنا في عندي المرض ازاي؟ سرطان، فهو كمان طلع عنده سرطان عشان زيي. مش كل اللي أمهاتهم عندهم سرطان، ولا كل الآباءهم عندهم سرطان بيكون أبنائهم عندهم سرطان. ده كلام لا هو كلام علمي ولا كلام ديني ولا كلام أصلا يرضي ربنا، إن الواحد لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه بلاء يوسع عليه رزقه ويوسع عليه كمان ثوابه ويوسع عليه وصله بالله سبحانه وتعالى، يتهرب من مسؤولياته بهذه الطريقة. يعني إيه؟ يعني حتى لو إن حضرتك كنت السبب، هو بيعاقب ابنكم؟ يعني هو كده فاكر إن هو هيفوت من مساءلة ربنا عن إن هو راعى أولاده ولا لأ؟ لا والله، هو انا بس كل مشكلتي دلوقتي ان انا لما بلجأ له عشان علاج الطفل دوت ما بي يعني مش عايز يستجيب. ده سؤال. السؤال التاني سريعا جدا والله، معلش. ابدا ما تعتذريش ابدا، تحت امرك اتفضلي. هو الابن هيعمل عمليه بعد 5 ايام، وانا دلوقتي في حد عرض عليا ان هو هيديني مبلغ مش هيدفعه، يعني هيديني مبلغ وانا اللي هروح ادفعه، وهيزود عشان اكمل مبلغ العمليه، لاني انا كده اللي بنفق على الولاد، يعني انا اللي بشتغل وبنفق عليهم الحمد لله. فهيديني المبلغ دوت وهسد له مبلغ كل شهر، بس هيزود 10,000 جنيه على المبلغ، وانا ما قداميش اي حلول تانية. خالص، ولا فعايز انك حضرتك انت تا... ولا انك انت تقترضي من مكان يعطيك الكلام ده خالص؟ مش لاقيه اي مكان قسما بالله والله يا فضيله ما الشيخ. تحلفيش، انا انت صادقه مصدقه عندي، يعني انت دلوقتي ما عندكيش اي سبيل الى هذا. ما فيش، والعيل هيروح مني وانا بعد الشر ان شاء الله ما يروحش ولا حاجه، بس جاوبي على اسئلتي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، وما تقوليش لنفسك ده، حاولي انت تكوني مع الله سبحانه وتعالى. فانت الله دلوقتي الله ما يوفقكم قدامكيش، الحمد ربنا. فانت ما قدامكيش خالص. انا بس طيب كمان انت شويه معلش، انا عايز اقول لك حاجه، انت حاولي تبذلي وتروحي الاماكن اللي هي بتعالج، وانا بناشد الناس ان عندهم مؤسسات بتعالج الفقراء وبتتعامل مع نفس الحاله، وكمان بناشد كل المؤسسات اللي بتعالج من هذا المرض اذا كانت تستطيع ان هي تساعدها بدون ما تلجا الى هذا الامر، فياريت يعملوا كده. الامر الثاني، انت اذا اضطريتي الى ده وخلاص هو ما كانش فيه سبيل ان هو يعمل عمليه غير بده، افعلي ده، لان احنا عندنا الضرورات تبيح المحظورات، ودوت من صنف الضرورات، من صنف الحاجات التي تتعلق التي تصل الى حد الضروره، اذا كان دوت في العلاج فما بالك اذا كنت انت بتقولي احتمال ان حياته تروح، لا ده يبقى من الضرورات التي تبيح المحظورات، فلك ان تفعلي ده. اما زوج حضرتك فيتقي الله سبحانه وتعالى. يعني انت ازاي بتنام بالليل؟ انا يعني سؤالي، انت ازاي بتنام بالليل وانت سايب ابنك كده؟ انت فاكر ان انت كده الله سبحانه وتعالى يغفل عنك وانت تارك ولدك وتارك الناس في الحاله دي، وهتضطر ان هي تروح تقترض بهذه الطريقه عشان تعالج ابنها، تعالج ابنكم، وانت متصور ان انت خلاص خرجت من قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته؟ طب خلي بالك ان حضره النبي قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول، وانت كده بتضيع اهلك، فاتق الله سبحانه وتعالى وستسال عنهم، وهذا الامر بيمحق البركه. يعني انت لو عندك اموال وعايش ومش عايز تروح لاولادك، ده يمحق البركه، فاتق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اودعهم وديعه عندك، وسيسالك عن هذه الوديعه.